ابتسم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا طرق متعددة للتخلص من الوزن الزائد، أدوية، عمليات جراحية، طرق وأنظمة مختلفة. ضيفتنا حول هذا الموضوع الدكتورة نادية الموسوي، استشارية التغذية في مركز أرت أوف بيوتي بدبي. طرق التواصل عبر الهاتف 600-551-414، والرسائل النصية القصيرة على 4006، وأيضا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. السلام عليكم دكتورة نادية. عليكم السلام، يا أهلا مرحبا دكتور. كيف بدنا نتخلص من وزننا دكتورة؟ طرق عديدة، بوتوكس، أيضا أدوية، عمليات جراحية، يعني هل من وسيلة للتخلص من الوزن؟ هل لكل شخص وسيلة مختلفة عن الأخرى دكتورة؟ يعني البوتوكس مثلا، كثير هلا عم نسمع عن البوتوكس على سبيل المثال، ما رأيك؟ هذا السؤال دكتور حأجاوبه بالأخير أعتقد مال البرنامج، ولكنه أكيد أنه كل واحد من عندنا يحتاج لطريق مختلف من غيره. حتى بالنسبة للدايت ترى مو كل الدايتات صحيحة أو ثابتة علميا، واللي ثابتة علميا لازم تكون تحت إشراف، لا خصوصا إذا الشخص عنده مشاكل صحية. مثلا دايت البروتين صحيح، ولكنه كم مرة أنا قايلة هذا الشيء، في عندنا مصادر حيوانية، في عندنا من البروتينات، في عندنا مصادر نباتية، في مثلا الباودر. طيب شلون الشخص لازم ياخذه؟ الشخص شنو هم المعايير عشان يقدر يسوي هالنوع من الدايت؟ هذني كله لازم يكون تحت استشاري مال تغذية أكيد. وهنا نحن نحكي طبعا من أنواع من الدايت، كل واحد منهم إلى الشخص المناسب أو المعايير مالته. بالنسبة للبوتوكس اللي هواية نسمع منه، هل يمشي بوتوكس المعدة أو لا؟ طبعا شي اللي نسوي بالبوتوكس هو البوتوكس نفس المادة اللي نستخدمها للوجه، مثلا نسوي البوتوكس عشان نشيل التجاعيد، تقريبا هي نفس المادة اللي بلوك نسوي أو نسوي مثل يعني نوقف عصب بالمعدة اللي متخصص في الشبع والجوع. فالشخص بيحس بالشبع، يعني شعور مال الشبع مالته يكون لفترة أطول، لأنه هذا العصب ما يشتغل بشكل جيد. نعم. فهنا أنا أكيد أنه سايد إفكت مال هالنوع، يعني من التقنية خلقه أنه في ضعف عضلة المعدة. طبعا الشخص يقدر النظر مالته ما يكون واضح، خصوصا أول 3 أيام، مشاكل تنفس يقدر يصيبه. وبعدين في دراسة سايرسية 2016 شافوا أنه الناس اللي يسوون هالنوع من التقنية 70% من المرضى ينزلون وزن في أسبوعين أو شهر الأول من الصوت. نعم. هو على حتى صوت الدكتورة يعني مو كتير واضح، ممكن نعاود الاتصال بالدكتورة نادية الموسوي. وأيضا هناك استفسار كيفية التخلص من الدهون الزائدة حول الخصر والبطن. مثل ما بنعرف يعني زيادة الوزن هي مشكلة صحية، وأيضا هي مشكلة جمالية، لكن هي مشكلة صحية خطيرة إن أهملت، ليست فقط مشكلة جمالية، وطبعا خصوصا في منطقة البطن وفي منطقة الوركين بالنسبة للسيدات. بالنسبة للبطن عند الرجال ما يسمى بزيادة الوزن، يعني شكل التفاحة وشكل الإجاصة، هذه زيادة المتوضعة في مثل هذه الأماكن قد ترتبط وتسبب مشاكل كبيرة جدا، يعني خصوصا موضوع أمراض المزمنة، أمراض السكري والقلب وغير ذلك. طيب دكتورة، كان هناك استفسار بالنسبة للدهون المتوضعة في منطقة الخصر والبطن، كيف يمكن التخلص منها؟ نعم، أعتقد أولا طبعا النوعية مال الأكل مالتنا جدا مهمة، غير الكمية. أكيد الكمية لازم تكون أقل، إذا عندنا زيادة بهالمناطق فالكمية لازم تكون أقل بالسعرات الحرارية، ولكن نوعية جدا مهمة. إحنا ندري أنه أشياء مثل الترانسفير، الزيوت المتحولة مثلا، أو الزيوت اللي نلقاها مثلا بالمخبوزات، بالبسكوت، بالكيك، أو الزيوت اللي نلقاها بالمقالي مثلا مثل الفلافل، أو مثلا المأكولات السريعة. نعم.
حتى الكريم مثلا، حتى بعض الأجبان مثلا، هذين الأشياء تحتوي على زيوت المتحولة، حتى بعض الخبز هم يقدر يحتوي على زيوت المتحولة، فلازم ننتبه على هذا. اسم الترانس فات، من نشتري الشيء لازم نشوف إنه مكتوب ترانس فات زيرو، هذا أول شيء. ثاني شيء أكيد عندنا نوعية السكر جدا مهمة أيضا، فالسكر الأبيض أكيد، الطحين الأبيض، السكر السريع مثلا اللي موجود بالعصائر، هذني الأشياء العصائر اللي تكون فريش ترى، أو اللي تكون يعني يعني نشتريها من برا تكون جاهزة حاضرة، أو تكون مثلا بالقوطي، هذني كله يقدر يسوي الشخص، يقدر يصير عنده الكرشة خلينا نقول أو البطن. وطبعا الوضعية مال الجلوس مالتنا، قلة المي، النمط مال الحياة مالتنا، قلة النوم أقل من 8 ساعات باليوم خصوصا بالليل، فترة الليل جدا جدا مهمة. الأشياء اللي نشربها اللي مرات مثلا تقدر تكون كريم أو غيره، هذني الأشياء كلها غير الرياضة، هذني الأشياء كلها تقدر تأثر على الكرشة. فإحنا نقدر دكتور نسوي برنامج على هذا الموضوع، نحكي بالتفصيل من هذا الموضوع أكيد. نعم طبعا، يعني كثير طبعا في أسئلة حول هذا الموضوع. أيضا هناك رسالة من الأخت أم عبد الله، العمر 32 سنة، الوزن 95، الطول 168، أبغي مساعدة للتخلص من الوزن الزائد بدون جراحة، عندي الأنسولين مرتفع، ربما تقصد السكري مرتفع، واضطراب في الهرمونات، في هرمونات الدورة. نعم. أول شيء أكيد لازم نشوف الهرمونات مالتها، فيجوز أنا ما أدري من كم فترة عدها هذا الوزن، ونفس الوقت بالنسبة للأنسولين من كم فترة، أو للسكري كم فترة عدها. نعم. يعني مرتفع يجوز مرتبط ويا الهرمونات، فأول شيء لازم نشوف الهرمونات، نضبط مثل ما يقولون الهرمونات أو نوازن الهرمونات، وبعدين أكيد أنه ويا دايت أنه يكون يعني مؤلق إلها، يعني يكون إلها بس، فأكيد أنه تقدر تنزل وزنها. صعب أنا على هوا أقول أنه أولا لازم نشوف عظمها، هل عندها أطفال لولا، كم دايت تسوي في حياتها، كم عمرها، هل تسوي رياضة لولا، النمط الحياة مالتها، بالليل كم ساعة تنام، هذني كل أشياء اللي أسئلة اللي لازم نسألها للمريض من يجي يشوفنا. والسكري مالتها كم، هل تأخذ أدوية لولا، من كم فترة عندها هذا السكري مرتفع، هذني كلها أسئلة اللي جدا تفيدني عشان أقدر أعطيها دايت. نعم طبعا، إن شاء الله أيضا الأسبوع القادم، يعني عادة نحن كل يوم أحد، وكل أحد دكتورة نحن ولا كل اثنين الأحد أيضا من تابع مع دكتورة نادية، ونتمنى دائما يعني نستطيع نقدم لكم المعلومات المفيدة. بالنسبة للأخت أم عبدالله، يعني لو لم تسمع الجواب عن طريق الإنستغرام، بإمكانك طبعا ترسلي رقمك على 4006، وأيضا يعني بتواصل معك حتى نزودك بالمعلومات المفيدة. طبعا هناك من يطلب أنه هل ممكن تكمل الدكتورة كلامها عن البوتوكس، أكيد طبعا، لكن هناك أسئلة ومن حق المستمعين أن نجاوب على الأسئلة، يعني أيا كان السؤال، سواء كان يرد عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو حتى عن طريق الإنستغرام. ما فيها سكر لكن تحليل هرمون الأنسولين مرتفع. طيب الأخت أم عبدالله إن شاء الله منتابع معك. طيب دكتورة ناخذ فاصل حديثنا. نعم طيب نعم، بعتذر في عنا فاصل، طبعا الأخ محمد الصفار يطلب فاصل، بعد الفاصل رح نحكي عن البوتوكس والتخلص من الوزن الزائد مع الدكتورة نادية الموسوي، استشارية التغذية في مركز أرت أوف بيوتي بدبي. رحب بك دكتورة نادية مرة ثانية، السلام عليكم. السلام، يا هلا دكتور. طيب نتكلم عن البوتوكس مشان ما يزعل من أرسل الرسالة، أنه خلي الدكتورة تحكي عن البوتوكس، تفضلي. بالنسبة للبوتوكس ماكو بحث علمي أنه ثابت أنه يفيد لتنزيل الوزن، أنه الشيء اللي يسوي مثل ما قلت أنه يأثر على الشبع مال الشخص، فالشخص بس الشهية مال تتقل. طبعا كل 6 أشهر الشخص مرة لازم يسوي الحقن مال البوتوكس لأنه فعاليتها تروح. برأيي أنا الشخص أكيد أنه يقدر يستخدمها عشان تنزيل الوزن، ولكن ويا هذا لازم يعلم نفسه مثلا يسوي أول شيء، ويا هذا لازم يسوي حمية غذائية عشان يعلم نفسه عشان يأكل أقل. طبعا إذا يلبي كل المعايير عشان يقدر يسوي بوتوكس، اللي واحد منهم البي ام اي مالته أو كتلة مؤشر الوزن مالته لازم تكون 35 إلى 40، معناته عنده مو زيادة بالوزن، هنا نحكي من السمنة بهالحالة. بالنسبة للبالون،
طبعا البالون هي يعني نوع من السيليكون، انه الدكتور يحطه بالمعده، الشخص يشعر بالشبع ويبقى تقريبا لست شهور هذا الشيء، هذا البالون، وتقريبا الشخص ياكل 30 الى 35 من احتياجاته اليوميه. فهنا اكيد لانه الشهيه تقل، فالشخص ينزل وزن، يقدر يصيبه دوخان، حاله غثيان. نعم. يقدر يكون عنده الم في المعده، بس بعد اسبوع بالعاده شويه الشخص يكون احسن. بس نفس الشيء، الشيء اللي جدا مهم ويا هذا، انه ويا البالون الشخص يقدر يسوي، اذا يشوف نفسه انه ما عنده اي سيطره، انه فشل بالحميات الغذائيه، يقدر يسوي اذا عنده سمنه اولا، ثانيا لازم يمشي على حميه غذائيه اللي تكون طبعا صحيه ومتوازنه، على اساس من يجي يشيل البالون بعد 6 شهور انه هو متعلم شلون ياكل. يعني هذا الشيء جدا مهم. نعم. طيب نعم. نعم، عندي بعض الأسئلة أيضا لو سمحتي لي دكتورة نادية. طيب، أول، كم وجبة ينصح بها يوميا؟ نحاول نجاوب بسرعة لأنه في عدد من الأسئلة من فضلك. اي نعم، احسن شيء يكون 3 وجبات باليوم، زائد 2 سناك، 2 وجبه خفيفه. الوجبه الخفيفه حتى عصيرها يعتبر وجبه خفيفه، جلاس من العصير. طبعا انا افضل دائما الفاكهه، يقدر يكون فاكهه، يقدر يكون خشوكتين مثلا من الناتس او المكسرات، يقدر يكون تمره او 3 تمرات. هذني كله يعتبر، يعني الناس مثلا ياخذون العصير مع الاكل، احنا نقول انه العصير هو سناك، ويا الاكل انه احسن الشخص ياخذ ماء. طيب، أيضا لدي سؤال آخر، الوزن 81، الطول 168، هل يمكن أن أنزل الوزن؟ وأيضا هل يمكن أن أسوي بالون؟ نفس المتصل أو المتصلة أو المرسل أو المرسلة، يعني الوزن 81 والطول 168. نعم، الوزن الصحي حسب العظم مال الشخص، ما ندري الحين مرة لو رجال، ولكنه حسب عظمه يقدر يكون إلى 72 إلى 75 إذا رجال، أو حتى شوية أقل من هذا ماكو أي مشكلة. الحين أكيد إنه شخص نعم يقدر يسوي بالون، بس أنا برأيي إنه يبتدي أول شيء ويا هو ذكر، نعم رجل، نعم نعم، يبتدي ويا رياضة أو ويا دايت، لأنه في كل الحالات البالون أو البوتوكس أو أي شيء اللي سوينا كيكون جلوكوفاج، حقا جلوكوفاج أو فيكتوزا أو أي شيء اللي سوينا، حتى ترى تجميد الدهون، حتى الشفط، كل هذا يتطلب من عندنا أنه بعد أو أثناء لازم إحنا نسوي دايت ولازم نسوي رياضة. يعني دائما إحنا رايحين على نفس التارجت مالتنا، لازم نأكل بشكل متوازن ولازم نسوي رياضة عشان نحافظ، لأنه شيء اللي أكو يعني الكل يحكي من تنزيل الوزن شلون ما كان، يعني أي طريقة تكون ثابتة علميا أو مو ثابتة علميا، ولكنه شلون إحنا نحافظ على الوزن، هذا الشيء هو مهم، وهذا الشيء اللي هو يكون أعتقد أصعب شيء. طيب، سؤال أيضا آخر، كيف يمكن تثبيت الوزن بعد الدايت؟ أنا ما بحب كلمة الدايت طبعا، يعني بعد النظام الغذائي، خلينا نسميها نظام وليس حمية وليس ريجيم، يعني حتى ما تكون المسألة إلى تأثير نفسي. إذا كيف يمكن تثبيت الوزن بعد النظام الغذائي؟ نعم، تثبيت الوزن بدون رياضة أنا أقول شبه مستحيل. نعم. يعني من صدق مستحيل، لأنه إحنا دائما يجوز الأكل مالتنا يحتوي على أكثر فات من ما لازم، مثلا مقلي يكون الأكل، أو مثلا معزومين، أو مثلا اليوم شوية أكثر أكلنا، فدائما عندنا هالمية سعرة حرارية زيادة، أو 50 سعرة حرارية زيادة، أو 200 سعرة حرارية زيادة اللي نأخذها باليوم مالتنا. إذا نقدر نسوي رياضة، اللي لازم نسوي رياضة 150 دقيقة بالأسبوع، اللي يعتبر 30 دقيقة على 5 أيام. نعم. أو الشخص يقدر يسوي أكثر على 4 أيام أو أكثر على 3 أيام. هذا الشيء يسوي إنه يوازن هاي الكثرة اللي إحنا نأخذها بشكل يومي واللي تتجمع أخير الأسبوع والشخص يأخذ وزن. فأول شيء رياضة جدا مهمة في تثبيت الوزن. ثاني شيء لازم نسيطر إحنا على الشهية مالتنا. 3 أشياء تخلي إنه إحنا نسيطر على الشهية مالتنا. أول شيء رياضة، ثاني شيء المي، كفاية من المي، كل واحد احتياجاته مختلفة بالنسبة للمي، وثالث شيء الألياف الغذائية. هذين الأشياء تخلي أنه الشخص يسيطر على الشهية مالته، ما يأكل يجوز كثير سكر أو حلويات. وبعدين شيء اللي جدا مهم،
انه احنا على الاقل في دايت انه ثابت هذا الشيء، وحتى في تثبيت وزن نظام يعني. نعم. هذا الشيء نعم نظام ثابت يسموه 5-2، يعني مده 5 أيام الشخص يحاول ياكل صحي يومياً، الحين يجوز يبالغ لانه معزوم، لانه مثلا ويكند، لانه طالع ويا العائله، لانه كل هذا. وطبعا اذا يسوي رياضه فهنا اكيد انه الشخص يحافظ على وزنه. طيب شكرا طبعا للاسئله وايضا للاقتراحات للمداخلات، وطبعا هذا واجبنا دائما نزودكم بالمعلومات المفيده بطريقه مبسطه. وايضا هناك استفسارات اخرى عن أتكنز، حمية أتكنز، وأيضا عن البوتوكس، عودة إلى البوتوكس مرة ثانية تفضلي. وأحسن وقت لممارسة الرياضة بالنسبة للبوتوكس، البوتوكس أنا مو ضده، ولكنه ماكو بحث علمي أنه مراوي أنه البوتوكس يمشي عفوا بالنسبة لنزول الوزن. هذا بالنسبة كل المؤسسات الطبية فنقول نعم. أوكي، فهنا الشخص نعم يقدر يأخذ طبعا تحت إشراف دكتور، أكيد راح يكون هذا الشيء، لأنه لازم يعني أحد متخصص، لأنه لازم نشوف أنه هل هذا الشخص يعني هو يلبي هذني المعايير اللي موجودة عشان يأخذ البوتوكس. يقدر يسوي البوتوكس مدة 6 أشهر، 6 أشهر الأول، بس بهالست أشهر لازم يرتب أكله على أساس أنه ينزل يعني الوزن مالته ينزل، بعدين طبعا يحافظ على وزنه. هذا الشيء جدا مهم، فهنا أكيد لأنه بالبوتوكس ما يقدر يأكل كميات كبيرة، الكميات حتكون أصغر، ونفس الوقت ما يقدر يأكل يعني أي شيء اللي كان، لأنه يصير عنده حرق بالمعدة، يصير عنده حالة غثيان، فهذا الشيء يخليه أنه بلكي أكثر يتحدد بالنوعية مال الأكل أو يغير النوعية مال الأكل مالته، ومن هنا يعني يبلش أنه يغير النمط الحياة مالته. هذا بالنسبة للبوتوكس. بالنسبة لأتكنز، أتكنز إذا كل واحد يقدر يروح يسوي جوجل، بسنة 70 في ناس توفوا من حميات الأتكنز. نعم. ترى الأتكنز الشيء اللي يسوي يساعد الكوليسترول، لأن الناس يأخذون لحوم من مصادر حيوانية، فيساعد الكوليسترول بالجسم يساعد تريغليسيرايد، يقدر يسوي نوبات قلبية لأنه يساعد ضربان القلب لأنه قلة البوتاسيوم اللي موجود. الناس اللي يسوون حميات طويلة على فترات طويلة من الأتكنز، ويا الوقت يصير عندهم هشاشة العظام. نعم. لأنه يأثر على الكالسيوم اللي موجود بالعظام، وأكيد الشخص يصير عنده مشاكل إمساك وغيره. فهنا طبعا هاي الحمية مو حقيقية. يعني شنو مو حقيقية؟ يعني أنا أقدر أسويها مدة 10 أيام أو شهر ماكسيموم، وبعدين خلاص يعني أوقف، لأنه مستحيل الشخص يبقى بدون فاكهة بدون خبز لفترات طويلة. فهذا أول شيء. ثاني شيء أكيد أنه في مصادر نباتية للبروتينات. نعم. اللي أقل تأثر على الكلية أو غيره، فهنا أكيد أنه لازم الأتكنز تكون تحت الأتكنز الصحيحة، لازم تكون تحت إشراف أحد متخصص، لأنه نطي للشخص نطي فيتامين، نطي كالسيوم وبوتاسيوم، نطي مرات أملاح، نطي مرات ألياف، وطبعا نشوف أنه الشخص هل عنده سكري، هل عنده مشاكل كلية، هل عنده مشاكل كبد، كل هذني هم لازم نشوفه. بعدين ترى اللحوم غير أنه فيها بروتين فيها فات، يعني قطع لحم أنه تكون 120 جرام تقدر تحتوي على 480 سعرة حرارية، منها كثير منها فات يكون، حتى الدجاج حتى السمك، الحين الفات يجوز من السمك والدجاج يكون شوي أقل، ولكنه إذا أنا أخذ 3 قطع من هذا اللحم، كيكون لحم أو دجاج أو سمك، باليوم أنا أوريدي عندي 1200 سعرة حرارية. إذا أنا الاحتياجات مالتي 1500، 1200 أخذ بس لحم، طبعا أخذ وياه خضروات، فهنا أنا صار عندي 1500 مالتي. أحمد هذا أكثر الناس اللي يسوون الأتكنز، شهر الأول يمشي، بعدين الشخص لأنه الاستقلاب مالته ينزل، حرقان الجسم ينزل، فلأنه في السعرات الحرارية هو يأخذ كفاية فوزنه ما ينزل. فأكثر الأوقات لازم ننتبه على هذني النقط، يعني لازم ما نسوي أي دايت اللي نشوفه نفكر أنه يمشي، مو كل الدايتات تمشي، وحتى لو ثابتة علميا لازم تكون تحت إشراف أحد متخصص. نعم نعم. الدايت دكتور بسام، بس أخير شيء أقول، الدايت أوكي، الدايت ترى يمشي يعني علميا وحتى منطقيا لازم يمشي، بس المشكلة مال الناس لأنه هو يسوي دايت في حياتهم، ولأنه ما يخربطون بالدايت بالأنظمة، فعلم هذا الاستقلاب يكون ينزل،
ويا الوقت الشخص يبلش انه وزنه ما يقدر ينزل. نعم طبعا، المشكلة الاساسية انه نحن نضع لانفسنا اهداف غير قابلة للتحقيق، يعني اهداف غير واقعية، بمعنى اريد ان اتخلص من 10 او 20 او 30 كيلو من الوزن الزائد خلال لنفترض اسبوع او خلال شهر. طبعا هذا الامر لا يجوز، لابد ان يكون هناك خطة، وايضا خطة مثل ما ذكرتي انت، خطة حياتية ايضا تتعلق بالاكثار من الحركة، ممارسة التمارين الرياضية، واي نظام غذائي يمكن ان ينقص الوزن بشكل صحي وشكل سليم دون ان يؤثر لا جسديا ولا نفسيا ولا جماليا على الشخص اذا ما التزم بارشادات الطبيب، ولابد من ايضا استشارة اختصاصي او استشاري التغذية، الاخذ ب يعني نصائح استشاري التغذية والنظام الغذائي الذي يضعه استشاري التغذية. مثل ما بنعرف طبعا يعني بالنسبة للتخلص من الوزن الزائد يختلف من شخص إلى آخر، ومثل ما ذكرت الأخت أم عبد الله يمكن يكون نفترض السبب هو اضطراب هرموني، إذن لابد أن نعرف السبب ومن ثم نضع الخطة العلاجية المناسبة. آخر سؤال وعلى السريع الدكتور، الوقت المناسب لممارسة الرياضة؟ أين؟ يقدر يكون حسب الشخص، يقدر يكون الصبح حسب البحوث، يعني من ساعة 6 الصبح أو من ساعة 5 الصبح إلى ساعة 10 الصبح، ويقدر يكون بالليل اللي يقدر يكون من الساعة 4 إلى 8 بالليل. أكو بعض ناس لأنه يجوز أكثر كارديو يسوون، فهذا الشيء ينشطهم يجوز بالليل، أو بعض ناس بالعكس يسوي عندهم خمول، حسب الشخص حسب السرعة اللي يستخدمها. الحين أنا قلت هذني ساعات هذني أحسن شيء، ولكن هواية من الناس هم يحبون يسوون رياضة مثلا من ساعة 11 إلى 2، هذا حسب الشخص. نعم، كل الشكر للدكتورة نادية الموسوي استشارية التغذية في مركز أرت أوف بيوتي بدبي. دكتورة نادية شكرا جزيلا لك. عفوا دكتور، حياك.